عبير عيسوي أحد نجوم منتخب مصر للتايكوندو، وحملت اسم مصر في العديد من المحافل الرياضية عندما كانت لاعبة، وشاركت في أولمبياد أثينا 2004 وهي في سن 17 من عمرها، وكانت أحد مفاجآت البعثة المصرية لصغر سنها وجرأتها في المنافسات، وظهرت بقوة ولكن لم يحالف الحظ في الاستمرار في المنافسة، ولكن وضعت نفسها ضمن كبار اللعبة عالميا في سن مبكرة. تاريخ عبير عيسوي الرياضي حافل بالإنجازات والنجاحات والبطولات الدولية والأفريقية والعربية، أبرزها فضية البطولة الفرنكوفونية بالمغرب عام 2002، بجانب تحقيق 5 ميداليات ذهبية في البطولات الأفريقية، أبرزهم دورة الألعاب الأفريقية أبوجا 2003 والتي حصلت فيها على لقب أفضل لاعبة تايكوندو داخل القارة السمراء، في إنجاز خاص لم يحققه العديد من اللاعبين. وبعد اعتزال اللعبة انطلقت وتمسكت بأن تكون سفيرة لمصر في محافل دولية عديدة لتنطلق بعدها وتبدأ مشوار جديد، وتنتخب عضو في المكتب التنفيذي العالمي للاعبين الأولمبيين WOA لتكون الممثل الثاني لأفريقيا وأول ممثل لمصر في هذا المنصب الإداري، لتكتب تاريخا جديدا يضاف لسجلها المشرف في عالم الرياضة، لتلقى التكريم من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بعد نجاحها في الانتخابات مباشرة. عبير عيسوي فتاة قبلت التحديات وانطلقت في سماء العمل الإداري بعد النجاح على المستوى الرياضي، وأصبحت تحمل على عاتقها مسؤولية اللاعبين الأولمبيين داخل القارة الأفريقية والعمل على حل مشاكلهم والوصول إلى أفضل مستوى رياضي. عبير عيسوي تاريخ مشرف في الرياضة المصرية العربية والأفريقية والدولية، ومستقبل ينتظر إنجازات جديدة تضاف لتاريخها المشرف. عبير عيسوي سفيرة مصرية جديدة في عالم الرياضة العالمية.